السلام عليكم يا خويا. هذا هو جد في يوم تقريبا اللي عنده شهرين اللي عنده هذا هو عاطيه دابا الدرا خالص بالشعير والقمح والدرا هذا هو الفريخات اللهم بارك وزد في دابا أمه طيبة يا عيني الحمد لله عليك في حال الشلع طالح هذا العمر ديال بحوالي شهرين ثلاث شهور هذا خليط في يومي والسلالات انا جبلتي مع فلوس في يومي اللهم بارك شنو بياس كوكوش تقوقع ها دوبتي هاش تقوقع بتي هاش